الإرهاب هو الإرهاب في كل مكان في العالم، نفس الطريقة اللي قتل بها المصريين في ليبيا، كتفوهم وأطلقوا عليهم النيران، تقريبا نفس الطريقة اللي قتل بها الجنود المصريين في رفح، في مذبحة رفح الثانية، نفس الإرهاب ونفس العقلية في مصر، في ليبيا، في تونس، في سوريا، في اليمن، هو الإرهاب. خلونا نشوف إيه اللي بيحصل في سوهاج اللي بتستقبل جثامين الضحايا السبعة. معايا من سوهاج خالد الغويط، مراسل جريدة الوطن. خالد، يعني اوصف لي المشهد قدامك. بالفعل وصلت منذ حوالي ساعة ونصف جثامين الضحايا السبعة الذين اغتيلوا على ايدي ميليشيات مسلحه في مدينه بنغازي بليبيا، وصلوا الى مطار سوهاج وتوجهوا مباشره الى مقر مطرانيه الاقباط الارثوذكس، حيث اقيمت الصلاه عليهم. تراس الصلاه الانبا بقوم اسقف سوهاج والمنشاه والمراغه بحضور رجال الدين الاسلامي بكثافه، ممثلين عن الاوقاف، ممثلين عن الازهر، عمد ومشايخ العائلات، جمع غفير الالاف من ابناء محافظه سوهاج حضروا الصلاه. غنيت الصلاه على الضحايا وسط صراخ ونحيب الامهات الثكلى والزوجات المترملات. بعدها توجه منذ لحظات توجه جثامين الضحايا ليوارى الصرب قد تراس عائلاتهم بنجع مخيمر بقريه فزاره مركز المراغه شمال محافظه سوهاج. المشهد حالة من الحزن والسخط سادة أبناء محافظة سوهاج. الجميع يسأل بأي ذنب قتلت أيدي هؤلاء الأبرياء الذين ذهبوا من أجل لقمة العيش ومن أجل كسب قوت يومهم. سؤال بريء طرحه أهالي سوهاج على جميع المسؤولين. حدثت بعض المظاهرات من أهالي الضحايا خارج الكنيسة وهتافات الشعب يريد إعدام السفير، طبعا حملوا سفير مصر مسؤولية ما يحدث. طلب العديد منهم الحكومة أن تحمي أبنائها العاملين بالخارج وإلا تخبرهم بالعودة إلى وطنهم طالما أنها لا تستطيع الدفاع عنهم. هذا ما كل لديهم في سوهاج الآن. هل تحدثت مع اسر الضحايا؟ هل كانوا بيكلموهم مثلا ان هم مفترض المنطقه اللي هم كانوا فيها دي منطقه من المناطق اللي فيها مشاكل؟ تحدثت اليوم مع شاهد عيان وصل من مدينه بنغازي، شاهد عيان للواقع وصل صباح اليوم من مدينه بنغازي، وصف لي المشهد ان ثلاثه مسلحين كانوا يركبون عربيه اثنين كابينه ذهبوا الى السكن الذي يقومون فيه، يقوم فيه اكثر من 20 شخص بينهم مسلمين ومسيحيون. صعد المسلحون في الساعه الواحده ليلا الى المبنى ودخلوا الطابق الارضي. فقالوا لهم نحن من الشرطه الليبيه ونريد ان نجري عليكم فحصا لفيروس سي. بمناسبة الموضوع السابق اللي كنت حضرتك تتحدثين فيروس سي، رفض الاهالي او الضحايا او المتواجدين عموما يعني رفضوا الاستجابه لهم فاشهروا اليهم بنادقهم واقتادوهم، اقتادوا منهم ثمانيه عنوه كلما يعني حملتهم سيارتهم ثمانيه اشخاص اقتادوا ثمان اشخاص بهذه السياره ومشوا صار مسافه 60 كيلو مترا خارج المنطقه. شخص منهم تمكن من الفرار، قفز من السيارة. هذا شخص يدعى نشأت، كان مقتاد، هو والده طبعا قتل، ونشأت نجا بعجوبة من هذه الواقعة، كتب له عمر جديد يعني. هذا الشخص يقول المسيحيون خاصة يتعرضون لتعذيب على أيدي جماعات لا يعرفونها، يقال عليها ميليشيات، يقال عليها تنظيمات إرهابية، إنما هم يقولون أنهم يتعرضون للاضطهاد في مدينة ليبيا وتحديدا في مدينة بنغازي. يعني الموضوع ليه جذور، يعني دي مش ما كانتش الحادثة، دي مفاجأة. هم بالفعل المسيحيين في ليبيا بيتعرضوا لهذه العمليات الإرهابية والمضايقات من قبل الجماعات المتطرفة. نعم، أنا التقيت العديد من الأشخاص في القرية الذين يعملون في ليبيا، يقول أننا نتعرض للضرب ونتعرض للإهانة لأننا مسيحيون، عندما يرون الصليب في أيدينا نتعرض للإهانة والضرب. طيب ده لو هم كانوا ماشيين في الطريق، لكن فكره ان هم يطلعوا للبنايه اللي هم عايشين فيها ويقتضوهم بالاسم، يعني هم عايزين الاشخاص دولت بالتحديد، في اي طيب يعني في اي تفسير لاشمعنى السبعه دولت او اللي كانوا ثمانيه بقى قبل ما يهرب واحد، ليه دولت بالتحديد؟
لا هم سألوا في المنطقة، سألوا في الشارع هل يوجد أحد المسيحيون هنا؟ هذا الشخص روالي قال أنهم لم يتوجهوا مباشرة، بل سألوا أشخاص ليبيون في مدينة بنغازي، فأخبروهم أن هذا العقار فيه كمية كبيرة من المسيحيين، فدخلوا في الساعة الواحدة ليلا وعشوائيا، لا يوجد نية مسبقة لقتلهم، ولكن الحادث تم عشوائيا، قتلوهم وقتلوهم بدون أي ذنب وبدم بارد يعني. مين الشخصيات اللي موجوده غير بعض ممثلي الازهر، مين الشخصيات العامه اللي موجوده في عمليه استقبال الجثامين وتشييع الضحايا؟ بالفعل كان يترأس استقبال الجثامين داخل مقر المطرانيه اللواء محمود عطيف محافظ سوهاج، اللواء ابراهيم صابر مدير امن سوهاج، العميد حسين حامد مدير مباحث سوهاج، حكم دار المديريه، قاده مديريه امن سوهاج بالكامل، جميع رؤساء مجالس المدن والقرى متواجدين، الاحزاب السياسيه، الشباب، شباب الثوره، سوهاج بالكامل، سوهاج بالكامل كانت في استقبال ابنائهم وليس المسيحيين بل ابناء محافظه سوهاج المصريين. طيب بشكرك زميل خالد الغويط مراسل جريده الوطن من سوهاج. معايا دلوقتي مين؟ العقيد فتحي عبد الرحيم مدير مكتب اللواء خليفه حفتر قائد الانقلاب في ليبيا. سيادة العقيد أهلا بيك، وهل لديك أي تفسير ربما لهذا الحادث اللي تعرض له المصريين في طرابلس؟ أنا مش سامع كويس لو سمحتي، معلش. سيادة العقيد سامعني كده؟ نعم. بسأل حضرتك عن ربما تفسير لهذا الحادث الذي تعرض له المصريين في طرابلس. هو نحن آسفين، هي مجموعة متشددة لا تحاول تعمل أي شوشرة ما بين الشعب الليبي وشعب مصر، عندما نحن بلدنا مصر زي ما نحبوا ليبيا نحبوا مصر. دي حقيقة، دي بلدنا يعني، ونقدر ونحب الشعب المصري. وظروف الله غالب يعني، نحن لكن بإذن الله تعالى نتمكن ونتغلب على المجموعات المتجددة دي زي ما تعمل في مصر تعمل في ليبيا، وحنحاربها للنهاية يعني. نعم، هي بتستهدف المصريين بشكل عام ولا هي بتستهدف المسيحيين المصريين يعني؟ لا، هي فتنة دي معروفة، نحن ما فيش فرق ما بين مسلم ومسيحي، دي كلها ديانات لله سبحانه وتعالى. نعم، أنا بتكلم على هذه المجموعة المتطرفة. نعم، المجموعة أنت عارف دول أعداء الوطن. نعم، دول عصابات متطرفة لصالح العدو الصهيوني، وهذه فتنة بيعملوها ما بين ليبيا ومصر، وبإذن الله تعالى نحن هنقبض عليهم وناخذ حق الناس هذوما ان شاء الله. النائب العام في ليبيا امر بفتح تحقيق للوقوف على ملابسات مقتل المصريين والوصول الى الجناه. هل في جديد في مساله من هم الجناه؟ هو معروف يعني، مش غريب على ليبيا ولا على مصر، دوما مجموعه متطرفه تحاول تعمل اي شيء لتخريب العلاقات الليبيه المصريه. نعم. طيب أنا بشكرك سيادة العقيد، وطبعا معروف أن هذه المجموعات المتطرفة اللي أصبحت نشطة بشكل كبير في كل الدول اللي مر عليها الربيع العربي، هذه المجموعات نشيطة بشكل كبير، طبعا لن تستطيع أنها تحدث هذه الوقيعة ما بين الشعوب، لأنه الشعوب غير مسؤولة بما يصنعه هذه الجماعات الإرهابية، ولا نستطيع أبدا تحميل الشعب الليبي أي مسؤولية عن هذا الحادث، نحن نحمل هذه الجماعات المتطرفة. لكن في نفس الوقت أنه طالما أنه الأوضاع الأمنية متردية بهذا السوء في ليبيا، طالما أنه المصريين بيتعرضوا إلى ما يتعرضوا إليه، وقلنا قبل كده ما تعرضت إليه البعثة الدبلوماسية أو السائقين المصريين، ودلوقتي كمان بالتحديد زي ما سمعنا من زميلنا في شهادة واحد من شهود العيان اللي تعرض لنفس ما تعرض له يعني الأقباط اللي قتلوا في ليبيا، وقال أنه في عملية استهداف للمسيحيين المصريين بالتحديد في ليبيا، فأعتقد أنه تاني لازم يكون في وقفة في هذه المسألة، وأنه يتم سحب المصريين إذا ما كانوا في مناطق غير آمنة على حياتهم حتى تعود الأوضاع إلى شكلها الطبيعي، الأوضاع الأمنية في ليبيا من جديد. طبعا النهارده الاتحاد المصري لحقوق الانسان عقد مؤتمر صحفي للتعليق على ممارسات النظام الليبي ضد اقباط مصر في ليبيا، ده طبعا تعليقا على